مرحبا بحضراتكم. زي الفقرة اللي فاتت بتكلمنا مع يعني بطلاتنا في الكاراتيه والنادي الأهلي، خلينا بقى نتكلم عن برضو اللي ليه فضل ورا هذا الأمر واللي بيبذل مجهود مع اللاعبات علشان يوصلوا لهذا المستوى. فخلينا برضو نرحب بكابتن علي الغباشي مدير قطاع الناشئين ومدرب الفريق الأول للكاراتيه والنادي الأهلي. صباح الخير. صباح النور. يعني مبروك علينا الدوري طبعا، وتألق جميل جدا. ويمكن احنا هاخد من كلام جانا ومريم كانوا معايا دلوقتي، بيقولوا حتى هم كانوا في فترة ما مش بيحصدوا بطولات، ولكن كان في قرار وكان في شغل وكواليس كتيرة جدا خلتهم بعد كده يتنقلوا لمنطقة تانية ويبقى في بطولات بيتم يعني حصدها وتغيير حتى في السكور وغيره. فده برضو ممكن نبدأ بيه من هنا نبدأ كلامنا. هو بشكل عام حصاد البطولات ده الحمد لله مش جديد على النادي الأهلي طبعا، دي حاجة، وبقاله مراحل تصفية بشكل مقنن ومنظم جدا عشان نوصل للهدف بتاعنا ده. وده مش جديد على الأهلي من سنوات برئاسة الدكتور مراد عاصم، والقاعدة طالعة من تحت المدارس وترتيب ونظام، وبيمر بمراحل تصفية كبيرة قوي عشان نوصل للهدف ده. وفي ميزة بتميز النادي الأهلي في الكاراتيه بالتحديد، إن كل ولاده وأبطاله من الأعضاء، مش بنجيب حد من بره ولا بنشتري لعيبة، كل الهدف تحسه مصنع بينتج لنا كده يعني بالظبط. هو مشروع هو مشروع فعلا، هو مشروع بنحاول ننجحه قوي من أبناء النادي. احنا ما عندناش مبدأ إن احنا نشتري لعيب من بره او لا، كل حتى أولادنا المحترفين من أبناء النادي. وبتشوف ازاي برضو التحدي ان انا يعني بعض اللاعبات زي ما كنت بقول لحضرتك، وده بيحصل مع لاعبين كتير مش بس جانا ومريم، يعني انا عايز احقق، انا عايز اوصل لحلمه، والحمد لله في فرق كبير جدا يعني توقف سنين مثلا عدم حصد بطولات، وفجاه انت بتبقى لا ده انت بتشارك وبتشارك بشكل مشرف على الارض كمان. في حاجه بتتعمل كويس حلوه قوي في النادي الاهلي، احنا عندنا مدربين كتير قوي سواء مدارس او في الاجهزه او مساعدين مدربين. في تنافس اللي حضرتك بتقولي عليه، ان كل مدرب ما بيكونش حكر على سن معين او بعض اللعيبه، لا ده في تنافس هنا وهنا وهنا. فكلهم عايزين يوصلوا لهدف ان هم يحققوا بطوله باسم النادي الاهلي، وكله بيتنافس مع بعض منافسه شريفه جدا من خلال المنظومه اللي شغاله في النادي. حلو جدا. انا ممكن بقى اروح انتقل يعني لفكره هنا بقى اسئله عامه، لان برضو نقاط مهمه بتاثر بشكل كبير. التاهيل النفسي في البدايه بيكون عامل ازاي، سواء حتى انا بتكلم بعد المباراه سواء بفوز او خساره، ده مهم قوي التركيز عليه ومش كل الناس مهتمه بالشق ده. التاهيل النفسي او المينتال تريننج ده بدا مؤخرا في مصر بشكل عام، صحيح. يعني هو كان قبل كده موجود في كل الدنيا ما عدا مصر بالظبط. وبصراحه كان الناس في الاهلي ابتدوا يستعينوا بالكلام ده، ودي كانت حاجه مؤثره جدا. بدانا فعلا عندنا دكتور محمد عبد اللطيف ودكتور مدحت بيقعدوا مع اللعيبه قبل المباراه واثناء التمارين وبعد المباراه، لو لا قدر الله حد خسر او اخفق يعني بيعالجوا الكلام ده بحكمه، وهم ناس على علم وناس ممتازين جدا يعني بشكل فده ليه دور يعني. طبعا ليه دور، هم ناس اكاديميين وناس عمليين جدا. والنادي يعني الحمد لله بيوفر لنا كل حاجه، من دكتور تغذيه لدكتور منتال لمدربين فيتنس، يعني حاجات كتير قوي بتساعد على النجاح. كابتن علي، رياضة الكاراتيه في مصر أصلا لو هنتكلم عنها، هل هي من الرياضات اللي مصر متألقة فيها؟ يعني أنا أقدر أقول مثلا مصر متألقة جدا في السكواش، في الأهلي أقدر أقول كمان تنس الطاولة، هل الكاراتيه في مصر على مستوى مصر هنا أقدر أقول برضو إحنا واخدين فيها ترتيب كويس جدا عالميا؟ هو القاعدة الكاراتيه بالتحديد هتفاجئ لو قلت لك ان هي اكتر من عدد ممارسي الكاراتيه في مصر اكتر من لعيب الكوره، اكتر من الكوره نفسها. فدي دي دي انا بعتبرها اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. تمام. يعني دي في قاعده يا تاني ما تستضيفش حد يقول لك انا انا كنت بلعب كاراتيه، انا دخلت الكاراتيه. والله انا لعبت برضو شهر ورا بس كان الكابتن عنيف قوي، بيقعد يضربنا على رجلينا كده، انا قلت لا انا عنيفه شويه بس مش قوي يعني هو كان غريب وقتها كرهني. لا ليها شعبيه وليها
محبيها وليها ناس بتعشق اللعبه يعني، بدليل تفوقنا فيها طبعا على المستوى المحلي والدولي واخيرا الاولمبي مع هي دي بقى النقطه اللي عايز اروح حضرتك فيها كابتن علي. تالقنا الحمد لله وتوفقنا جدا وسعداء ان كمان يعني حاصده هذه الميداليه بنت النادي الاهلي كان شيء مشرف جدا وحاجه كل الاهلاويه، ومش هقول بس والله كل الاهلاويه، كل المصريين كانوا فرحانين والعرب كمان يعني. حضرتك شفت ازاي الروح كانت موجوده في اولمبياد طوكيو وازاي العرب كانوا بيشجعوا بعض واقفين جنب بعض مجرد ان اي حد من الوطن العربي بيلعب، حاجه كانت جميله جدا. ناخد ده بقى ونرجع برضو لان هي مثال مشرف واكيد كان ليها برضو يعني ups and downs زي ما بيتقال، اخفاقات ونجاحات وكواليس وغيره وغيره. خليني اروح مع حضرتك لهذه التجربه، وازاي بقى عندنا كذا جيانا يعني في النادي الاهلي؟ هو ان شاء الله عندنا كذا جيانا، بس هي القصه كلها انت في مصر بتواجه صعوبات، القصه مش قصه رياضه بس او يعني. جيانا من يعني خريجه كليه صيدله يعني دكتوره ما شاء الله متفوقه رياضيا فيها. ودراسيا وفي مصر ده دي معادله صعبه شويه، بنحاول نجاهد ان عشان اللاعب يطلع بشكل مميز هنا وهنا، وده بياخد مجهود كبير قوي. ده حضرتك بتقصد هنا التنسيق ما بين مثلا وزارة التعليم ومثلا الاتحادات او مثلا وزارة الشباب والرياضة، يبقى في تنسيق بين الجهتين؟ والله ساعات ده بيبقى متاح وساعات لا، لان في بعض الكليات او الجامعات اكسبشنز مثلا تتعامل يعني حاجات زي كده، يعني الجامعات الخاصة مثلا بترفض الكلام ده بعضهم حقيقة. يعني دي حقيقة، لكن الجامعات الحكومية بتبقى متفهمة الكلام ده وبتبقى عارفة ان اللاعب ده يعني بيمثل مصر حاجة قومية في الأول وفي الآخر. حاجة صحيح. قومية مش مجرد لعبة وخلاص. صحيح. والحمد لله تفوقنا فيها، بس يعني هي منظومة لازم تتعاون كلها مع بعضها. انا بتفق مع حضرتك. فجيانا يعني قدرت توفق ما بين دراستها واللعب، وكانت مضغوطه بشكل غير عادي في الفتره الاخيره دي كمان، بس الحمد لله ربنا اكرمها وكانت المفروض تاخد دور النادي والمدربين، وطبعا غير دور اهلها يعني ده شق تاني اتكلمنا عليه كتير، بس برضه انا عايزه اركز دلوقتي مع حضرتك واستغل وجودك، دور النادي ايه؟ دور الاتموسفير جوه النادي ايه؟ ما هو برضه البيئه هي اللي بتصنع نجم في الاول وفي الاخر. انا لو بطل ومش لاقي الامكانيات حواليا والبيئه السليمه انا مش هقدر اعمل حاجه لوحدي، ففي بيئه متوفره في النادي الاهلي يعني اكثر من رائعه حقيقي ودعم كبير جدا. ده اللي انا عايز اتكلم فيه عشان لما نيجي نقول بعد كده هيبقى عندنا كذا بطل كذا جيانا في المستقبل. ده من البدايه بقى اللي هو زي التربيه كده، ان انت بتربي طفل على حاجه معينه، ودي جيانا اتربت في النادي الاهلي وشافت الاهتمام اللي حضرتك بتقولي عليه والدعم والالتزام من جانبها طبعا بجانب باباها ومامتها، يعني ده الدعم الاول والاخير ليها. وكل ده مر بمراحل كتير قوي وسنوات كتير. جينا بطلت عالم 6 سنوات وختمت بالميداليه الاولمبيه، فاكيد ده نتيجه جهد عالي قوي واخفاقات ونجاحات ومرت بحاجات كتير قوي. وده يعني الرياضه في مصر بشكل عام كده، اللي مش هيفشل مش هيعرف طعم النجاح. صح. انا لو انا فشلت في شغلي هو اللي بيحسسك بحلاوه النجاح، ده هو ده الستارت الحقيقي بعديه عشان اوصل للهدف بتاعي. صحيح. انا هحس ازاي ان انا ناجح من غير ما افشل؟ بالظبط. فلازم يبقى في سقطات. اتفق مع حضرتك جدا. طب انا عايزه اروح بقى لنقطه سريعا برضو عشان الوقت. دلوقتي حضرتك ك يعني مدير قطاع الناشئين ومدرب وغيره ولاعب قبل كده، ازاي لما بيجي لك طفل تحديدا انا اقدر اقول ان الطفل ده ينفع في هذه الرياضه او الطفله دي او يخليهم يروحوا حاجه تانية؟ بيبان من الصغر كده؟ طبعا احنا عندنا قطاع المدارس في مئات، سواء في الثلاث فروع تقريبا، وبيجي الاعمار سن الكاراتيه يتراوح من 4 سنوات يكون الطفل مدرك، وبنستقبله اللي هو يعني بلطف شويه، وما بنحسش ان اللعبه دي عنيفه اساسا. يمكن الكاراتيه من الالعاب اللي ما يبانش عليها العنف في البدايه. اوكي. فيبتدي يتعلم الحركات واحده واحده كده لغايه ما يعني يبقى عنده ثقه بنفسه. حته ان هو بيبان بطل او مش بطل، في خلال احنا عندنا امتحانات بنسميها امتحانات الكيو، الاحزمه، يعني التدرج في الاحزمه دي بتاخد تقريبا حوالي سنه ونص
في التدرب من خلال الفتره دي وعين المدرب والانتظام اللاعب اصلا في التمارين والمدرسه، يعني بنقدر نحدد بقى ان ده ممكن. عندنا شقين في الكاراتيه، في كذا وفي كوميتين على حسب شكل الجسم، شكل جسم الولد، استيعابه، مراحل معينه بعد ما يوصل سن 12 او 13 سنه شكل جسمه بيتغير. طب ممكن نواجهه هنا وهنا، دي بتبان من الخبره والنظره الولد يعني. اوكي، رائع جدا، بالتوفيق يا كابتن علي حقيقي، ونورتنا وقاده النادي الاهلي، قادتكم يعني، قادتكم كلنا. تسلمي طبعا. شكرا. بيتنا طبعا. شكرا ليك. فاصل سريع هنرجع بعد كده، واخر فقره النهارده وكابتن صديق الجمال.